الرياضي أمنية باسكتبول كارافان هو نشاط من ضمن النشاطات اللي بنظمها النادي الرياضي بدعم من شركة أمنية، وحاليا نحن بمخيم غزة بجرش. والفكرة من الكارافان انه لاعبين ولاعبات النادي الرياضي بيزوروا مناطق اقل حظا وبنظموا مباريات وتدريبات لكرة السلة، وبيقدموا هدايا من الشركات الداعمة ومن أمنية للصغار المشاركين. من منطلق تعزيز شراكتنا مع النادي الرياضي وعلى مدى 6 سنوات متتالية، تواجدنا هلأ هنا في محافظة جرش في غزة لأولى نشاطاتنا لسنة 2013 مع النادي الرياضي، وهي رياضي أمنية كارافان. حالياً عم نعمل وركشوب مع اللاعبين في مخيم جرش ونندمج مع المجتمع، وإن شاء الله بوفقنا في باقي المحافظات ونقدر نوصل لكل مجتمعاتنا في الأردن. So today we had a basketball caravan here, and I think it's really amazing that children has the opportunity to actually play basketball with people who are trained professionally to do it, and with other youngsters who are doing that in Amman. And it's great in two ways, that they had a extra interesting activity here in the camp, and also that people from Amman actually come here and see what is situation here and how kids are living here. So it's kind of mixture of cultures or activities. So and I can see that kids are enjoying it a lot, and for them it's amazing experience, and we very hope that basketball caravan will come here more often. مرحبا، انا جود من النادي الرياضي. احنا هلا في مخيم غزه في جرش، جينا عند المناطق الاقل حظا نلعب معهم باسكت ونغير لهم جو شوي، وهينا احنا مبسوطين مع الصغار، واحنا بس نشوفهم مبسوطين احنا بنكون كثير مبسوطين. والباسكتبول هي لغه عالميه بتجمعنا كلنا مع بعض، ما بنطلع على العرق او شيء او الفقير او الغني، وكلنا نفس الشيء. وان شاء الله نقدر نزور مناطق ثانيه في الاردن انه للناس عشان نعملهم نفس الشيء. ايش اسمك؟ نان. ايش انت مبسوط اليوم؟ ليش مبسوط؟ مشان نجي من البنات يلعبونا كرة السلة. طيب وانت حبيت كرة السلة؟ اه. وبدك تعيدها كمان مرة؟ اه.